وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر، وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل، أنهم ما عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين، وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا، فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أذلاء مضطهدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورسوله، فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا في الظاهر.